إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن الله جل وعلا جبل الخلق وطبع في نفوسهم محبة من أحسن إليهم وقدم لهم معروفا. ألا وإن من أعظم من يقدم له المعروف هما الوالدان، ذلك أن الله جل وعلا جعلهما السبب في وجود الإنسان في هذه الحياة. ولذلك المتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد بأن الأمر ببر الوالدين وتحريم عقوقهما أخذت مساحة عظيمة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد أمر الله جل وعلا ببر الوالدين كثيرا في القرآن، والمتأمل في مواضع الآيات يجدها غالبا تأتي بعد حق الله رب العالمين. يقول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأوصى الله جل وعلا بالوالدين إحسانا كثيرا في القرآن. قال الله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وأيضا ربنا جل وعلا أمر بمصاحبة الوالدين ولو كانا مشركين داعيين إلى الكفر. قال سبحانه: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة وكانت مشركة، أفأصل أمي؟ قال: صلي أمك. ولذلك عباد الله، بر الوالدين فريضة عظيمة من فرائض الإسلام، وواجب كبير من واجبات الدين أوجبه الله رب العالمين، حيث إن الله تعالى جعل الوالدان سبباً من أسباب وجود الولد في هذه الحياة. وقد جاءت هذه النصوص لتؤكد على عظيم حقهما وكبير مكانتهما عند الله رب العالمين. وفي المقابل حرم الله جل وعلا عقوق الوالدين، بل إنه رتب اللعنة على من عق وقطع رحمه. قال سبحانه وتعالى: والذين قال سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول جل وعلا: والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة، وذكر منهم العاق لوالديه. العاق لوالديه، الجنة عليه حرام، نسأل الله العافية والسلامة. عباد الله، بر الوالدين ليست مسألة اختيارية ولا ذوقية، وإنما فريضة أوجبها الله رب العالمين. ولذلك ربنا جل وعلا فصل في قضية بر الوالدين تفصيلا عجيبا كما جاء في سورة الإسراء، يقول سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلا تقل لهما أف. قال بعض العلماء: لو كانت هناك كلمة أقل من أف لذكرها الله رب العالمين. وأف كلمة تضجر وملل حينما يصاب الولد بشيء من هذا بسبب والديه. فحرام عليك أيها الولد، سواء كنت ذكرا أم أنثى، أن تقول لوالديك أف في حضرتهما وفي مغيبهما. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فإن من نهر والديه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. والنهر كما هو مزعج باللسان كذلك مزعج بالفعال، فمن صدر منه أي فعل يدل على عدم استجابته لوالديه فهو واقع في العقوق، عافانا الله وإياكم. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. وأقل شيء في ذلك ألا تناديهما باسميهما، لا تنادي أمك باسمها ولا تنادي أباك باسمه مجردا عن هذا اللقب الجميل، يا أبي ويا أبتي ويا أمي ويا أماه. هذا إبراهيم عليه السلام ينادي أباه المشرك الحانق على إبراهيم ودعوته: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، ويتلطف معه عليه الصلاة والسلام برًا به وإحسانًا إليه. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولًا كريمًا. وهذا أقل شيء تخاطب فيه والدك، أن تناديهما بهذه الألقاب الجميلة. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. نصوص الكتاب والسنة أمرت المسلم بأن يكون عزيزا وأن لا يكون ذليلا، أما أمام والديه فليخفض لهما جناح الذل من الرحمة، رحمة بهما وإحسانا إليهما، وأن يتذلل لهما كما يتذلل الطائر حينما يفرش جناحيه على فراخه رحمة بهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا دعاء لهما في حياتهما وبعد وفاتهما. أيها المسلمون، إن قضية البر بر الوالدين قضية واجبة، وليس هناك خيار للولد أمام تعامله مع والديه إلا أن يبرهما وأن يحسن إليهما وأن يبتعد عن عقوقهما. فإن الجنة حرام
على من عق والديه. ولذلك رقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين آمين آمين، فقال الصحابة يا رسول الله قلت آمين ثلاثا؟ قال إن جبريل عليه السلام أتاني فقال يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقل آمين، فقلت آمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ثم قال رغم أنف امرئ أدرك رمضان وخرج ولم يغفر له فقل آمين، فقلت آمين. رغم أنف امرئ أدرك رمضان وخرج ولم يغفر له فقل آمين، فقلت آمين. ثم قال ورغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة فقل آمين، فقلت آمين. الله أكبر. نعم عباد الله، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد، فإن بر الوالدين جهاد عظيم في سبيل الله رب العالمين. ألا فلنتق الله جميعا عباد الله، ولنبر الآباء والأمهات، فإنها فريضة من فرائض الدين. وليعلم كل مسلم أن بر الوالدين يعليك عند الله منازل، وأن عقوق الوالدين يجعلك من أهل النار عافانا الله وإياكم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن بر الوالدين لا ينقطع بوفاتهما، وهذا يدلنا على أن بر الوالدين شأن عظيم وأمر كبير. ولذلك بر الوالدين يستمر معك ما دمت حيا، ولو كان والداك قد انتقل إلى الدار الآخر. وباستقراء نصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم أخلص إلى أن بر الوالدين بعد الوفاة يتمثل في النقاط التالية: أولها كثرة الدعاء لهم، فتدعو لوالديك في قبريهما دعاء عظيما وكثيرا في صلاتك وفي خارج صلاتك. الثاني الاستغفار لهما على الدوام والاستمرار، فإن هذا حق لهما عليك. الثالث إنفاذ عهدهما، يعني وصية الوالدين أو أحدهما يجب عليك أن تكون أمينا صادقا، وأن تؤدي هذه الوصية ما دام أنها صحيحة تؤديها على التمام والكمال. الأمر الرابع الصدقة عنهما، بمعنى أن تتصدق عنهما بالمال أو بالماء أو بالطعام أو بغير ذلك، فهذا من حقهما عليك ما دمت ذا قدرة على التصدق عنهما. كذلك عباد الله، من حق الوالدين عليك أن تؤدي حق الله جل وعلا عنهما الذي تركاه في قضية مثلا الزكاة. فإذا مات الوالد أو الوالدة وقد استحق المال الزكاة في حياتهما ولم يخرجاه لسبب من الأسباب، فإنه يجب عليك أن تبرئ ذمتهما من هذه الزكاة، وأن تخرج الزكاة من ماليهما. وأيضا الصيام الواجب، فالنبي عليه الصلاة والسلام
قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وكذلك أن تبرئ ذممهما من حقوق الخلق، ومن ذلك الديون والقروض، وأيضا إن كان عندهما ودائع أو عواري أو أمانات تردها إلى أصحابها، فإن هذا تبرئ لذمتيهما، وهذا حق واجب عليك وفرض لازم تجاهك تجاه والديك. الأمر الآخر صلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، فإن من حق الوالدين عليك أن تصل رحمك الذين لهم سبب بوالديك، كأعمامك وعماتك وكأخوالك وخالاتك، وهكذا بقية الأرحام، لأن من الناس وللأسف الشديد بمجرد أن يموت أباه أو أمه يقطع أرحامه، عافانا الله وإياكم. والنبي عليه الصلاة والسلام أكد على هذا في وصيته صلوات ربي وسلامه عليه لكل ولد تجاه والديه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أبعد من هذا حينما جعل من حق الوالدين عليك إكرام صديق الوالدين، فإن إكرام صديق الوالدين حق عليك أيها المسلم. جاء أن عبد الله بن عمر رأى أعرابياً فنزل عن حماره وعانقه وسلم عليه، ثم أعطاه حماره وعمامته، فلامه أصحابه قالوا: عمامتك تقيك حر الشمس وحمارك يذهب بك إلى المسجد. فقال: إن هذا كان صديقا لعمر، إن هذا كان صديقا لعمر. هكذا يتعامل المسلم مع أصدقاء والديه، لا أن يهجرهما وينساهما، وهذا حق من حقوق الوالدين عليك. أيها الناس، مما يؤسف له ويقطع نياط القلوب ويبعث الأسى والحزن والألم والوجع في القلوب، ما عليه أحوال كثير من الناس عافانا الله وإياكم، من عقوق فاضح ومن قطيعة رحم صارخة يمارسونها بكل أريحية، وكأنهم يعتقدون بأنهم لا يقفون بين يدي الله يوما من الأيام، وسيحاسبهم الله جل وعلا. ولذلك انتزعت البركة من كثير من البيوت بسبب عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام. وأيضا أصيب كثير من الناس بالأزمات النفسية وبالقلق بسبب هذا العمل المشين تجاه الأرحام والوالدين، وابتلوا ابتلاء عظيما. وكان عمر بن عبد العزيز يخبر بأن عاق الوالدين منزوع البركة، وكان أبو هريرة يقوم ويقول: ناشدتكم الله، هل بينكم عاق؟ فإنه بلغنا أن الرحمة لا تنزل على قوم بينهم عاق. ولذلك همسة في أذن كل من دخل في مشكلة مع والديه من هذه اللحظة أن يبيت النية وأن يصلح الطوية، وأن لا تأتي صلاة العصر إلا وقد أغلق ملف العقوق واصطلح مع والديه وعاد إليهما وارتمى في أحضانهما ونزل عند قدميهما. فليس لك خيار أيها الولد، سواء كنت ذكرا أو أنثى، ليس لك خيار آخر إلا أن ترضي والديك، إلا أن ترضي والديك. أما مع الأبعدين فهناك خيارات كثيرة، لكن مع والديك ليس لك إلا إرضاءهما. في السنن: أنت ومالك
لأبيك، أنت ومالك لأبيك. وتذكر لو أن الله تعالى قبض روحك وأنت داخل في مشكلة مع والديك، ما عذرك أمام الله؟ وما حجتك بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الجنة حرام على من عق والديه، أن الجنة حرام على من عق والديه، بل اللعنة عليه في الدنيا ويوم الدين. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من البارين، وأن يعيذنا وإياكم من العقوق، إنه خير مسؤول. هذا، وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى، إذ أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء، وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق رئيس الدولة ونائبه وجميع حكام الإمارات لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.